وصلنا على هابي ماشي ضعفانين شي 20 كيلو من ورا الشوب، ماشي الحال. مشوارنا لليوم على طرابلس، ومش معقول نروح على طرابلس غير ما نحضر السمكة الحرة طرابلسية. هلا طلعت ماشي على هابي، بس كيف بدي روح على طرابلس؟ الله بدبر. مكونات السمكة الحرة الطرابلسية، أكيد بدنا سمك. الستات بعتوا لي شو الأغراض اللي بدهم إياهم: طحينة، حامض، كزبرة خضراء، توم حر، كمون. ومش معقول مع السمكة الحرة غير ما نحضر جات تبولة. جات تبولة معروف بالسفرة اللبنانية. للتبولة أكيد كلنا نعرف بدنا بقدونس، بصل، بندورة، نعنع، حامض، زيت حلو. في ست من الستات طالبة بهارات السمك، الثانية مش طالبتهم. شو راح يصير؟ ما بعرف. يا طحينة، بهارات، كمون، في نازلك ملح، قتل. عوافي الله يعافيك. يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي. بدي تقريبا شي 3 كيلو لو سمحت. عندي سمكة طرابلسية بدنا نشويهم على الفحم. يكرم عينك. للسمكة شو بتنصحنا؟ في عندي بلاميدة للشوي منيحة؟ للشوي. قتل، نزل. في وحدة مش عجبتني. أي وحدة؟ هاي. بلا لا لا روق، مدق مدق مدق، شكلها مكاورني. روق، هيدي شكلها عامله كورونا. حصل. او لك مكاورني؟ حصل. جرب. انا ليك رح اعمل لها بي سي ار. اوكي اوكي، ما تخافي ما تخافي. افتحي تميك افتحي تميك افتحي تميك. شباب بس بدي اعذبكم، نبعت هيدا على المختبر لانه هيدي السمكه مش عجبتني، شكلها مكاورني ولقطه دلتا. اوكي، اول ما تطلع النتيجه قولوا لي. زيت زيتون للسمكة ولا التبولة؟ قتل. مرحبا، يعطيك العافية. فيك تساعديني؟ إنه أنا ما كتير بعرف نقي البقدونس، بدي 4 بيقات على ذوقك. وصلنا على طرابلس، صراحة ما كتير كان في عجقة سير، تقريبا أخذت معنا حوالي الساعة. طبختنا لليوم هي طبخة طرابلسية إح. الأغراض صاروا مع الستات، أما مين هن ضيوفنا؟ نتعرف عليهم سوا وأنا برجع بلاقيكم. غادة ست مزوجة وعندها عيلتها بالدنيا. ديما ضيفتنا لليوم، صدقوا أو ما تصدقوا، هي تيتا. الغراض صاروا مع الستات وعم بيقسمون بين بعضهم. مشاهدينا، وصلنا على طرابلس على عاصمة الشمال. أهلا وسهلا بالستات. أهلا وسهلا. أهلا فيك. أول شيء أنتم بتعرفوا نورتونا بطرابلس. حبيبتي تسلمي، طرابلس منورة بأهلها. أول شيء تسلم يا رب. أهلا وسهلا فيكم. ما بتعرفوا بعض؟ لا، ولا مرة ملتقيين ببعض؟ لا لا، مش سامعين شيء عن بعض؟ ابدا ابدا ابدا. اول لقاء. اول لقاء. قولك في ثاني لقاء؟ طبعا في، لازم نكون بعدين بيست فريند انا وياها. ان شاء الله ان شاء الله. بس بالطبخ بعرف انه ما في مزح. ما بعرف، حسب. انت مسالمة معنا؟ ما فيك تمزحي. انا ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة.
فاهم مع كل العالم بكل الظروف وكل الاوقات. اليوم رح نحضر شو بيقولوا ملكه السفره اللبنانيه التبوله. ورح بما انه نحن بطرابلس ورح نعمل سمك مع صلصه طرابلسيه مثل ما قلتوا لي انتم هيك طلبتوا وانا قلت لكم اكيد لازم لازم نتعلمها. نحن لها نحن لها. رح نبلش اول شيء بالتبوله. اوكي. لانه اسم الله عندنا كثير اغراض اليوم. يلا. اوكي بنبلش بالتبوله. تحت الهواء كنتوا عم بتنقون شوي شوي. لا انا زعبرت. هي عم بتزعبر. انا زعبرت. انت عم بتزعبري. انت عم بتزعبري يا غاده. قلت لها اذا خلصت قبل بساعدك. يعني شوف انا لحد وين. انت كثير مسالمه بس غاده. قلت لها متوقعه تخلصي قبلي. بلشنا غاده. نعم. انت زعبرتي شوي قبل. طيب حوقف تتبلش ديما. لا مسامحتك بلشي. اوكي. لانه لو بلشت قبلي ما راح تخلصي. الله يسترني انا بين اثنين ستات. انتو شو بدي خلصني انا اليوم. خبروني شوي عنكم. انتو اثنيناتكم على فوقه ضلعين بالطبخ صح؟ هيك بقولوا. لا انا معلوماتي بتقول انكم ضلعين بالطبخ. يعني التحدي فينا نقول اليوم هيك بأوجه. ايه الحماس قوي. انا عندي حفيدة على فكرة. روحي يا. والله. رايحة. عن جد عندك حفيدة؟ والله العظيم عندي حفيدة. قد ايه عمري؟ قد ايه بتحط لي؟ ما بعرف ماني كثير شاطر صراحة. 48. اسم الله عليكي. غادة. ما بعرف أنت كمان قد ايه بتحط. ما بعرف، تنشوف مين أكبر. أنا مواليد 73. يعني 48، غادة قد ايه عمرك؟ أنا 46. بلشت ما بيأثر على مهلها. ليكي بس فرمطة مش هينة. ايه ليك بدي أقول لك شغلة. شو؟ هلا أنا عندي مطبخ وإلي إلي تقريبا 20 سنة بشتغل. بس أنا ما شاء الله عنك يعني. لا بدي خبرك شغلة. يعني منيح بهيدي المواضيع. بدي خبرك شغلة إنه أنا ستبيت عادية يعني. أنا صراحة ما عندي حدا غير أنا وابني. أوقات بيقشر لي بطاطا وبدق لي توم، هيدا هو كل شيء. هذا يعني كأنه عم بتسمعي هيك أو لا؟ لاحظتي؟ أنا انتبهوا ليك وأنا يعني هلا عم تقول لي إنه إذا جوني ما فيك تفوت بين اثنين طرابلسية عم خبرك. أوكي. يعني نحن بنتخانق قد ما بدنا بس ما تجرب. بس اوعى اوعى تجربي. اثنين طرابلسية واثنين ستات. خلصنا من البقدونس، انفرموا البقدونسات صاروا بقلب الجاط. هلا ديما صارت البصله، بصل يابس. غاده مع البندوره. انت بتقشري بندوره او لا؟ لا بس هي قشرتها. هلا ما بعرف انا ما بفضل. انا قشرت واحد بس مشان اعمل هيدي. بدها تعمل الورده. بدك تعملي ورده. طب اوف حلو. يعني قديش حتى كمان في فن بالتقديم مش انه عادي يعني. في ناس كثير بيسالوني كيف بعمل هاي الورده. هلا خليني اشوفها لايف على الهواء. يا فرجي قولي لنا كيف. هيدي بتقشريها؟ قشرت واحد. اوكي. وهيك بلفه بطريقه حلوه. ترتتا. حلو. يعني في كل واحد ببلش بشيء. مزبوط مزبوط مزبوط. انا تركتكم رح يكون حدا منكم بحط لها حار؟ انا بحط لها حار احيانا. انا صراحه عائلتي ما بحبوها بحار ابدا، لانه دائما بكون عامله طبق حدا في شيء حار بقى مشان هيك. اول طبخه حرقتوها صراحه؟ هاي. انا دائما بتوجه لي هيدا السؤال لانه ولا مره عامله شيء منه ظابط معي. انا اول طبخه حرقتها ملفوف. محشي ملفوف. راحت راحت. بس عن جد ولا مره عملت شيء ما زبط معي. انه عم بتسمعيها؟ ما بعرف تصطفل. هلا ممكن هن اللي اكلوا ما واجهوكي بالحقيقه. طب هن كيف اكلوا اذا هي كانت منا؟ استحوا ليقولوا لك. ما حدا بيطبخ عمره 46 سنه ولا مره ما طالعه معه الطبخه طيبه. انتبهوا انا ما قصدي اخلف بيناتكم بس كانه حاسس انه عم بتسمعي. انه عم بتقول لك انه انا ما بحياتي حرقت طبخه ليك. لا انت لا انا حرقت كثير. عادي انت ما عندك مشكل بتقوليها. حرقت كثير طبخات وكبيت كثير طبخات وقلت كثير مرات انه انا عملتهم كنت جايبتهم من عند امي. لا انا عملتهم دغري قدامها. عم تاخذ لك شيء من هون؟ اوكي. لا هي قالت الزيت لكم. هي مشتركه. لا هي مشتركه. انا بستعمل زيت كثير. هي مشتركه. ضفنا الزيت. انا بستعمل زيت قد ما لازم، ما بستعمل كثير. قد ايه الاحوال الاقتصاديه هيك تغيرت حياتكم؟ كثير والله. يعني 70% انا بقول حسب كل بيت يعني. في بيوت 100% تغيرت حياتهم، في بيوت 70، في بيوت 50، حسب كل واحد مدخوله الشهري. انتوا قد ايه تغيرت حياتكم؟ انا بقول عن حالي عن بيتي شي 70%. 70%. مثلا شو القصص يلي بتقولي هلا بطل فينا اعملها مثلا؟ هو كلنا كل العالم بدون استثناء بطل فينا نسافر.
في كثير امور كمان، مثلا العزايم، الدهرات، كميه اللحمه باكلك، استهلاكك للحمه كل اسبوع. صرنا نعتمد على البرغل اكثر، على البطاطا اكثر. هي عملت ورده، انت شو رح تعملي؟ انا ما بحب قلد حدا. حد تجي اعمل ورده تقول عم قلدها؟ لا لا، اعملي، بعمل لك وحده انا برشا ما بتعرفي. لا حبيبتي، اعملي لنفسك. خلصنا من التبوله واجا وقت الجد. هلا التبوله مثل ما سبق وقلت هينه، ما بدها كثير. هلا اللعبه المضبوطه بتنعمل. التبوله هي واحد مغمض عينيه بس ما بعرف هي ليش طولت فيها. فرجيني شطارتك بالسمك. على فكره هي انا صحيح ما باكل لحمه ودجاج وهالاشياء، بس السمك طبقي المفضل يعني، بس ما بشوف هيدا المنظر ابدا. يمكن هلا بعد هي الحلقه بطل اكل كمان. هلا بدك تقنعينا انك هالقد مدليله، ست بيت وعندك ثلاث اولاد. طيب اوكي بدك تقرفي من سمكه. غدا شو وضعك؟ غدا ليكي شو طلع معي بالسمك؟ شوفي نو شعلين وراح بلش كمان. ها يلا الملح هلا كمان عم بتملحهم. شقيتيهم او لا؟ لكن ما شفتني شو طلعت من قلبهم؟ لا لا قصدي من برا، ليكي هي شو عامله. هلا انت عم تقولي عم تقلها مشان ترجع تقلها. انا ما خلصت. ما خلصت؟ انا هلا فتت لها نظرها. قولك انا ما بقبل. بدي زيت الزيتون انا. زيت يحو، خليكي خليكي. ها وهيدا زيت الزيتون، وين حط لك هون؟ هون اذا بتريد. كان في عندي تبسه فاضيه ما بعرف شكلها، اخذت لي اياها كمان. شو؟ كان في عندي تبسه فاضيه ما بعرف شكلها، اخذت لي اياها. لا ما اخذت لك، عم تاخذي من عندي، عم تعملي عم تعملي ديباجه بعرف انا. اليوم مثل ما سوا قلت رح نطبخ على الفحم لانه ما في اطيب من السمك يلي مشوي على الفحم. وفي تتبيله غريبه عجيبه هون عم تعملها. انا حشيت السمكات. اوكي. بهارات مشكله. اوكي. زيت حلو. كزبره وثوم مدقوق. تبلتهم تتبيله مع بعضهم. وهيك صاروا كلهم جاهزين لنحطهم على الفحم. يعني السر هو بالحشوه والصلصه. هلا استعملي بابريكا زياده، انت ما بتحطي لها بابريكا؟ لا ابدا. الكمون والكزبره اليابسه بيعطوا نكهه بس هون بالمكفى. هيدا هو السر يعني تبع والحر. الحر كمان والحر بيعمش. اكيد هي السمكه الحلوه. انا مني مغنجه ومدليله مثل شو قصدي؟ يا حبيبتي وانا كمان مني مغنجه ومدليله، بس هول المواضيع ما بحبهم. منك مغنجه، ما في ولا وحده مره مغنجه ومدليله حبيبتي، بس نحن بنخمس على بعض. لمين بتهدي هالحرات؟ لكل واحد لسانه طويل. ايوه بلشت الريحه و في تحدي يعني شوي بتصبصر بدهم قلب. يمكن حطيتي حار بقلب الحشوة؟ طبعا حتى لكمني حتى. بسم الله. ما انا خلصت قبلك يا حبيبة قلبي. وإذا طلعت الريحة على الشباب كثير حلوة قبل ما تبلشي أنت. وإذا 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 ما المهم مين بيخلص قبل. صراحة وهيدي سمكتي صارت على النار ومشان ما روح شيء من هيدا الغرض. بتسقسقيهم فيها؟ أيوه. هلا الحلو إنه آخر شيء ولادكم رح يذوقوا. سمكاتك شو وضعهم؟ ممتازين. رواء ريحتهم ريحتهم طلعت ريحة سمكاتي هون مش ريحة سمكاتي. هي السمكاتي رايحين لعنده، سمكاتك رايحين لهني. قبل يا قلبي انا بلشت الريحة قبل. ما تقربي انت، ما حتطلع الريحة اللي طلعت حتطلع من عندي، لانه انت التوابل اللي حطيتيها. يا دوب يجي معك تعملوا شو بدكم تعملوا. يا دوب حاطة توابل بعدين عم يفرطوا. عم يفرطوا هيك هيك علموك شو السمك؟ هيك زوجك بيشوي لك السمك؟ والله ما بعرف انا، بس بخلون انا هني ومفصفصين عرفتي، ما بعرفهم كيف بيكون شكلهم كمان. مفصفصين كمان مش قبلادي. ترتتا وحتوقع. شفت في عندك شيء هلا شو بتعرف شكله؟ شو؟ هلا شوف شطارتي انا لما بدي اشيل السمكه عن النار. بتصور رح تعوزيها هون، رح يرتد السحر على الساحر. حقلها مضطره تيجي تساعديني يا حبيبتي. ليكي بتصور انه غاده قلبها كبير، وغاده ما عندها مشكال، وانت كمان قلبك كبير. طبعا طبعا انت كمان طبعاً. هو يعني بيعرفني يا حبيباتي، ما اهضمكم هيك وقت تكونوا حبايب و و و ليك سلع. شوف هي تاني سمكه جاهزه بدنا ما ام يبس. الصلصه الطرابلسيه اول شيء في عندنا المكونات ستات، شو هن؟ طحينه طحينه كزبره وثوم كمون. اوكي حر. اوكي زيت. حامض. حامض وملح. حامض. بتحطي لها بصل؟ انا ما بحط لها بصل. بتحطي لها بصل؟ لا بلا بصل. اوكي بس انا بزيد. دقينا الكزبره والثوم مع بعض. فاذا الكزبره والثوم مدقوقين بتفشي خلقك بدق الثوم يعني.
أوقات. أوكي طيب، لو فرضنا بدك تتخيلي جرن الثوم هو حدا، بدك تسميلي شخص ما بتطقيه وبتفش خلقك. ما بدي أكون كتير مثالية، بس ما عندي حدا ما بطيقه. شجارة ثقيلة. نو ولا حتى حدا. شو رأيكم بالسياسية بلبنان؟ أنا. شو؟ أنا اللي بدي أحطهم بقلب المدقة. أها. أنا اللي بدي أحطهم بقلب المدقة ودقة. كلهم؟ بدون استثناء. كلهم 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 كلهم. يعني كلهم. كلهم يعني كلهم. هلا كلياتنا من هيدا الرأي، بعتقد كل اللبنانية من هيدا الرأي. لا. طب الأغلبية؟ ولا الأغلبية، وصدقيني بكرة شو في وقت الانتخابات؟ فينا نحكي؟ أكيد. وقت الانتخابات مين بينجحهم بكرة؟ الشعب. الدورة الماضية بالانتخابات انتخبتي؟ بنزل أنا بحط ورقة بيضاء من وقت الانتخابات وأنت وجاية، لأنه أنا كل عمري ما عندي قناعة بأي سياسة. طيب اليوم بالانتخابات المقبلة سنة الجاي هيدي إذا صارت رح تنتخبي إيه أو لا؟ إذا في وجوه جديدة. وإذا ما في وجوه جديدة؟ أبدا. ورقة بيضاء. أو لا ما ورقة بيضاء. شو؟ ورقتهم وبدي شطبها، شطبها هيك يعني على الأقل إني عبرت إنه ما يعني بمدقة التوم. بمدقة التوم. بتحطيهم كلهم بمدقة التوم؟ بمزبلة التاريخ. وبتفش خلقك فيهم. بتفش خلقك فيهم. غادة. هيدا رأينا، بعتقد أنا كمان رأيي من رأيها، لأنه كلياتنا عايشين نفس الأزمة. وعم يمرق علينا أيام كثير صعبة بهاي البلد. يعني منيح اتفقتوا على شغلة أنتوا اثنين اليوم. غادة. تفضلي. تجي بتشيلي لي السمكات؟ ليه ما بتعرفي تشيليهم؟ لا. طب كيف لك انت فاتحه مطعم؟ انا ما قلت لك. هي بيوصل لك شيء جاهز. انا بنظر حبيبتي. هي تنظير. انا بجي على المطبخ. طيب اترك شوي شغلي انا واعطيك لطفه من وقتي. لا كنت عم بمزح. ما بشلك اياهم، كنت عم بمزح. والله انا ما بقبل، والله العظيم ما بقبل. شكلها حرام ما بتعرفي تشيلهم. ايه لحظه، مع هي حرام، عرفتم حرام مع هيدي النظره. بس انت شوف، لا هو انا عم عيط لها لفرجيها كيف السمك بيكون. حبيبتي يا قلبي، يعني انت شو نيتك بريئه. شفتي؟ شفتي؟ وانا لو ما كنت هيك كمان ما حاجي يعني. الله يرضى عليك. انتوا بتصوروا رح تصيروا اصحاب بعد هالحلقه؟ صرنا. خلص صرنا، بس الا بالطبخ. ها صرنا صرنا، بس هلا نحن عم بتعرف يمكن انا اروح انضم لعندها بالمطبخ ساعدها كمان. بتعرفي للشيف بوراك؟ ايه. لحظة دقيقة. ايه. شفتيكي بقص البصلة؟ بقص البصلة هيك؟ ايه بدك تجربي تقصيها مثله، قصيها مثله، جربي. بقص على عصبية. لا إذا ما طلعت. بقص أنا عنا، بقص أنا عنا. هيك؟ ايه. مثل الشيف بوراك؟ قومي، تركيا 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 تركيا. تفضلي ليكي. قربي قربي قربي. غادة. على أساس شيف بوراك أحسن مني يعني. لا شو شيف بوراك إذا عم تحضرنا سوري برو، بس إنه معليه يعني. قومي روح. انا زرته لشيف بوراك بتركيا. عن جد؟ ايه. اوكي لحظه، قصي البصله مثله. لحظه بدك تطلع بالكاميرا وتضحكي، انت ما تعطي الاهم. بتصور ديما هي رح تقرب لك اصبعك على السكين يعني. معقوله حتنتقم يعني؟ لا ما بتصور، وجهها مش هالوجه. ايه ما ليه يعني بتركيا عندهم شيف بوراك، نحن عندنا كمان ستات هون بطرابلس. مش اقل اهميه ابدا. بس طرابلس هلا يعني بعتقد نسبه الناس اللي فيها قطعت ال 80% صاروا دون الفقر. يعني في ناس يعني فعلا عم تنام جوعانه، وناس منا كانت فقيره. اسمعي سؤال رح يكون يمكن شوي ثقيل، بتخافي يوصل الدور لعندك؟ كلنا بين لحظه ولحظه. كلياتنا ما حدا سلمته من هيدا الشيء. يعني بين لحظه ولحظه نحن هلا مبدئيا ما عم نشتغل. نحن عنا أمل أنه يرجع شغلنا اليوم بكرة بعد بكرة ما بعرف، بس افترض الظروف ضلت معكستنا، ما في حدا عن أمان. أي يمكن أي مرضى يمرض ولد من أولادك أنت معرض لتصير تحت الفقر، لأنه أنت أساساً ما قادر تحكم ابنك بجريب، ما قادر تحكم. وعم نعمل أكثر يعني، رغم أنه نحن اللي عم نعمله منه شيء. يعني أي سياسي بيقدر أنا برأيي شخص سياسي من لبنان من الكبار بيقدر ينتبه على طرابلس يعمل جنة. شخص وشخص من بيروت بيقدر، وشخص من الكورة بيقدر، من عكار بيقدر، بس هن ما بدهم، هن ما بدهم البلد تنتعش، هن مبسوطين بهيدا الزل، هن هول بدهم حرق كلهم. ما خلق يلي بيزلكم، ما خلق. ما بينا نزل، بس هن عم يجربوا يزلونا، بس نحن ما بننزل. كل ست فيكم رح تسكو بالصحن وتظبط الصحن. وقعت. بدك ساعدك؟ نو معلش ميرسي.
مش الحال. اوه هلا هي عدلت عليهم بعد ما شافت اللون تاعي السمكه تاع الصوص تاعيتي. ليش بركي يعني انا ماني عامله سمكه حره قبل هلا. بعدين ليكي تبعيتك الكزبره ما ضلت خضره بقلبها. شلينا ضحكنا شفنا مناقرة وهلا صار وقت الدواء وبلشوا بالدواء. هلا سو ابن لغادة عم بيدوق من ايدين ديما. الله يا زمن. لحظة في شيء شو اي وحدة؟ اثنين. اثنين بدك تعطيني اطيب سمكة. اكيد سمكة امي. أيها هي؟ هاي. انت حافظها يا هيسا؟ اكيد فيها النفس، فيها لون الصوص، كل شيء، كل شيء غير. يعني انت حافظ اكلات امك على الغايب. طيب، وديما بنت اختك؟ ايه. بنت اختك هلا كمان عم بتدور. هلا بتعرف انه بنت اختي ما بتعرف اي سمكة لإلي. يعني هيك عن هو نفسيا لعب الدور معه. اوكي. هلا هي ما بتعرف. يا. لا هلا ما تقولي لي ما بتعرف. بس شو اسمك؟ والله ريناد. يلا ريناد. الأولى أو الثانية؟ الثانية. فيها بهارات أكثر. أكيد. الثانية مين عملها؟ أنا. بتعرفوا شغلة؟ هلا ما حدا حيقول على زيت وعكر يا جماعة، شو بكون؟ أنتوا في شغلة القلب. إيه. القلب عم بيدوق. غادة في عندك ابن عايش برا؟ مزبوط. رح فينا نتصل فيه هلا؟ إيه يلا. يلا. مرحبا عبد الله، كيفك ماما؟ ألو. إيه حبيبي كيفك؟ سافا؟ الحمد لله نشكر الله. أنا اليوم ماني بالبيت عم بعمل مسابقة، كلهم بيسلموا عليك الشباب هون وبيدعوا لك بالتوفيق. بتعرف عبد الله قد ايه بحبك أنا، الله يرضى عليك أنت وأخواتك. وأنا كمان اشتقت لكم كثير. وأنا اشتقت لك كثير حبيبي. حابكي أنا هلا. الله يخلي لك يا رب. يعني هيدا هو قلب الأم، وللأسف كتار من الشباب عم بيهاجروا وعم بيتركوا لبنان بمطرح ما بفهمهم. يعني بالنهاية كمان الحياة صارت صعبة كتير هون، بس أهم شيء إنه الواحد وقت يسافر، ومش غلط إنه يسافر يأسس برا، يتذكر إنه بعد وقت يرجع لهون. أكيد. صح؟ أكيد ما حدا حيطلع لبرا ويتخلى عن ولا عن وطنه، بس بالنهاية كمان ما في شيء عنا بالبلد، ولا مستقبل، ولا لحدا متعلم، ولا لحدا عنده مصلحة، ولا شيء. مزبوط. صراحة للأسف يعني هالأيام اللي وصلنا لها. مزبوط. نتأسف كثير على هيدا الجيل اللي جاي وما نلاقي شيء قدامه. مزبوط. يعني الله يهونها. آمين. أنا كثير انبسطت عرفت عليكم. ونحن كمان. وتسلينا ومزحنا. كثير. وشفنا مخانقات، بس يا ريت كل مخانقات البلد مثل هيك مخانقات على البصله والثوم والطحينه والسمكه. يا ريت يا ريت كل العالم تعيش على هيدي الاشياء البسيطه ونرجع لايام احلى من هالايام. ستنا هيدي قصيمه شرائيه من عند هابي بقيمه 600,000 ليره. ميرسي كثير. وكمان في مبلغ مادي اكيد مش من قيمتكم، هو تقدمه صوت بيروت انترناشونال اس بي اي. شكرا لكم. شكرا. الف مبروك لكم. الله يبارك فيك يا رب. تكثر فيهم بالهنا يا رب. شكرا كثير. وستنا لقد لحظة بتعرفي شغلة انت سلميها اياها. ميرسي. شو؟ لا انا بدي سلمها اياها بطريقتي. قوم خد هذا الصحن من هون لهونيك. سقع في معلقة ما تسفروا حالكم. وانا انبسطت اني تعرفت عليكي. وانا كمان كثير. ان شاء الله بنصير فريند انا وياها. لا صرنا شو بنصير. هذا الف مبروك. الف مبروك لك كمان. قصيمه شرائيه من عند هابي بقيمه 600,000 ليره ومبلغ نقدي تقدمت صوت بيروت انترناشونال اس بي اي. انبسطنا فيكم. اهلا فيكم بطرابلس، دائما بتشرفونا. مشاهدينا هيدي كانت حلقتنا لليوم، حلقه جديده، منطقه جديده، ضيوف جداد. اسبوع مقبل. تشاو.